عبدو سمار أمام قاضي تحقيق محكمة نونتير بتهم خطيرة وكثيرة، باتهامات خطيرة وكثيرة. التفاصيل: عبدو سمار اللي انبطح للمخابرات وهو لاجئ سياسي، كيفاش ندير لاجئ سياسي وتنبطح؟ ما تجيش ولكن مريض يحب يخدم المخابرات، اوكي يخدم المخابرات، ما تلحش للرجال هو، لا لان المخابرات يلزم يحرشوه ضد هشام عبود وضد الناس نتاعي، تلاح للرجال درت شوف وخالطني وشفتني وكليت في يدي وضعتني بيض كيل حليب، نورمالمون تقول لي هذاك بيض كيل حليب هم يمندناش جاهز. انا عندي قضيتين، ما قدمتش ما رفعتش به دعوة، انا ما رفعتش دعوة بعبدو سمار، انا الملف اللي عندي اللي باش نرفع به دعوة نقدمه كشاهد ضده في القضايا اللي مرفوعة، عندي أدلة ديجا ملي تحكم الجلد وعبدو سمار خرج اسمه في التليفونات تاع الجلد في تاع وصار محل تحقيق من طرف الشرطه والقضاء الفرنسي، هذا شيء عادي شيء نورمال، ولكن الشيء اللي حصل وانه فريد بن شيخ المدير العام للأمن الوطني سابقا اللي عبدو سمار شارك في حملة تشويه سمعة الرجل والمساس لشخصه والقدح فيه بإعاز من المؤامرة من المخابرات، وعندي الأدلة، أنا أقدم الأدلة أنا بإعاز المخابرات، حتى وأنه عبد الشيخ انه عبدو سمار ماشي اكتفى بالقذف والتشهير، وانما عبدو سمار عميل للمخابرات الجزائريه وهو لاجئ سياسي. البارح جات لا كونفوكاسيون عبد محققا قولوا استدعاء لأنه قد التحقيق يمثل في الأيام القادمة أمام قد التحقيق محكمة المنطقة، وهنا ما عليه إلا أن يثبت باللي الشيء اللي محكم الملف تاع راجل كان مدير أمن وطني تاع البوليسية، يعني الملف تاعه ماهوش خرطي، الملف تاعو صحيح، الملف تاعو صحيح. اسكو قادم قادم، انا ما عندي حتى علاقه بن شيخ، ما عندي حتى علاقه بيه، وانا شو انتقدته قبل ما ينتقدوا الاخرين قدام اللي عاد يقول قلتو لم يحرفين المخاطر، هنا حنا يقبل يحرش وحنا يقبل يحمل، ولكن انا راح نضيف القضيه تاع فريد بن شيخ نضيف الملف اللي عندي على
الاستثمار الكتابات ديالو لصالح المخابرات، والمدح اللي كان يمدح فيهم مزال موجودين نشرتهم ديجا، ومزال وحدي فاش كان يمدح الجبار هنا المجرم بروكسينات، كاش كان يدافع على حسين بولحية ضدي ويدافع على جبار ويدافع على المخابرات يسب فيا انا العاودي. أخرى أن نتورط مع الجرم ونشارك في سرقة السيارة مع الجرم وفي قضايا أخرى، ولكن هذو ما لهمش حاجة كبيرة، سرقة ولا ديفاماسيون سيريا صح، هي التعامل مع المخابرات ضد ناس، لانه سي عبد السمار عن بالو فارس بن الشيخ كي طاح خلاص رجع من قبل ما يطيح كان مشارك فينا، وعن بالو هو بالمشاركه ديالو ربح هو اللي يطيح بن الشيخ ومن الناس يطيحوا بن الشيخ. ليه زاد مدى زاد طاح عليه ما خلالوش طاح خلاص ما كاش، لان عمرها ما صرات مسؤول يتنحى من المنصب تاعو ويجو بعد يقدر يكمل يخرج ويتحرك ويجي يرفع دعوة باللي كانوا يتحملوا، لأنه علاش؟ يجيب اللي كانوا يحركوا فيه، هو يجيب الأولى، الثانية سي عبد الصمار يقول باي باي لانه شي اللي داروا سمعنا وباش زعما يغطي على روحه، عم بالو راهو ذكي باش يغطي على روحه، الجزائر يخدموا له قضيه تاع الصناعه راح ما فيها والو. المتهم الرئيسي دا 10 سنين حبس، ثم داروا له عقوبه الاعدام، بعد يقولوا نحكموا عليه بالاعدام، نحكموا عليه بالاعدام باش يلمع صورته ويبان بلي راهو معارض شرس وراهو النظام حاكم عليه بالاعدام، وفي حادث ما يسرى ما يردوهش للجزائر. ولكن زاد عمل مسرحيه تاع اللي قالك واحد كيري عليه وكذا مونتيري كيفاش في المهن داك 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 دا وراح هذاك وما دارلوش تيليفون وما دارلو والو. اسمع مليح انا واش دار سي عبد الصمار. عبد الصمار مشى يشكي في كوميسارات بوليس من كورونت، ما مشاش لنيابة مديرية مكافحة الإرهاب، لأنه هذه القضية هذا أنا نمشي نيابة مديرية مكافحة الإرهاب لما حاولوا باش يخطفوني ويقتلوني، ومن بعد ظهرت الأدلة كلها وما زالت القضية راهي تاخذ وقت. هذا هو القضاء في راسي ما عندي أنا برك كارلوس راهو هارب ولا خرج. عبد الصمار مشى لابوليس يشكي واش يدير قاعد يسجل في الشرطي اللي ياخذ في الاقوال ديالي يسمع عبدو يسجل. وعلاش تسجل اذا رايح تشكي بواحد قدم شكوى قال حبوا يخذوني وبتاع، وعلاش هو باش بعد التسجيل هذاك عطاه لجرد لندن، وجرد لندن بعثوا للجزائر باش يبين لهم باللي المسرح مشات وراه قام بالواجب كما ينبغي. التسجيل هذا راح يكلفوا غالي، راح يكلفوا غالي،
مازال متجاهل، مازال متجاهل، لأن هذه أمور ما كان لا فيولاسيون دو سيكري دانسكريبسيون لا والو، أمور معروفة. وحتى صحيبه كريم دويشر مدير مغرب انتليجونس اللي هو مغربي ويقولوا عليه انه يخدم مع المخابرات المغربيه، ولكن جعل من موقع تاع مغرب انتليجونس جعلوا منبر لخدمه البروكسينات البرمنة وللمخابرات الجزائريه. وانا كنت هضرت معاك راك تخدم مخابرات وزيد عبد الصمد تجي يستغل الموقع ذاك باش يسبني بدون شجاعة تاع ذكر اسمي. راك قال لا باش ناخذ منه معلومات وكذا، يقتل سيدي سيدي فو، ما كان حتى معلومة صحيحة، كل شيء راهو سيدي توك جايك من عند المخابرات، راك فاتح منبر المخابرات الجزائرية. ولكن الصيد مانيش عارف يكون يقبض واحد يفتح حق ذاك، وهذا مغربي ماهو جزائري، ويقول عليه يخدم على المخابرات المغربية، بلاش مع المخابرات المغربية يلعبها لهم بلي راهو يجيب لهم في معلومات من عند عبد الصمار. عبد الصمار ما يقدرش يقول ماشي انا اللي مضيت المقالات تاع مغرب انتيتي، لأنه في التسجيل، التسجيل الصوتي لما تكلم مع هذيك اللي تكلم باسم بوشوارب، عبد السلام بوشوارب اللي قال قالوا يعاوني حتى هو يعاوننا، قالت على مغرب الديجنس قال وي عندنا فاكتور عليه، هو يكتب باسم مستعان ياسر عليبي، وخطرا كتب باسم اسكندر منها لانه ما عندوش شجاعة باش يكتب باسم، كما في الموند افريكان ثاني يكتب باسم ماتريكويش ما نعرف واش مراكريكيه زعما، صحافي محترف يحترم نفسه يكتب باسم، يكتب باسمه صحافي يكتب باسم، يكتب باسم دونك سي عبد الصمار حكايته مع القضاء مع الفرنسي قدر تكلفو إداء الحبس مؤقت حتى يحكموه، وجرى تحت تحقيق قضية الجلد، عنده قضايا تاع طبيب أموال وتاع سكن شراء في لا نورماندي وحطوا باسم زوجته وسعر يقولوا جاو في الدراهم، لأن السكن شراه له ولد 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 قدور نسيم ولد قدور، هاي كذا دوسي مستخدم دور قضيته مع فريد بن شيخ اللي بالكش ما يعرفهاش وما خملهاش وانه ممكن جدا هذه هي الجزائر كل شيء يحب فيها جبار تخلي حبس 8 شهور وتحكم عليه 8 سنين وخرج ولا مدير الامن الخارجي ناصر الجن كان هارب لاسبانيا وخايف يتحكم بتهم الاجرام وعاود رجع ورا مدير الامن الداخلي هذه الجزائر حسين بولحية كيف كيف كان هارب عاود رجع فؤاد بوخاري خرجوا نحروا القرار ردوا السيفيل عاودوا ردوا زادوا عاودوا الحبس زادوا ردوا راهو بروكيرور هذه هي الجزائر وكاين سيناريو اللي عبد الصمار لازم يخمم عبد الصمار راح ينحال وستاتي دو ريفيجي هذه رسمي ما بقاش فريد بن شيخ اذا رفع بها الدعوه ماشي باش
يحكم عليه 1000 اورو غرام، لا باش يعطيه الضربه صحيح. ولكن الستاتيو يشوفوا بلي يتخابر مع جهه اجنبيه، ما بقاش في فرنسا. اذا ما دارش في الحبس تاع فرنسا، حتى اذا دار في الحبس فرنسا، لا سانكيتو بالنسبه له، رايحين يرحلوه للجزائر. اذا رحلوه للجزائر، بعد مده من ديسمبر بالك يقدر يكون، اسمع مليح سي عبدو، يقدر يكون فريد بن شيخ وزير الداخليه، وهو اللي يستقبلك لما يرحلوك من فرنسا ويديوك وزاره الداخليه، ان الملف اللي عنده عليك صحيح. فالور اذا كان ملفات يصابوها من بالجرد، ملفات او ملف يصابوه عن سمير والناس ثاني اللي غير ولحتوا ودرت له مخطط وفخ وطيحته في الدين المخابرات الجزائريه والشرطه، بداوا الشرطه هما اللي داوها عندهم عليه ملف، وصابوا التليفون ديالو، صابوا كل ملخم وزيد ميساج اللي تاع جيلي بات في يدو. دونك ملف الله لا يشوف فيهم. انا نعرف عبد السمار خواف وراه حكمات وكرشو ومنا مثول امام قاضي التحقيق ونقولوا له كل بزاف الشيكونه باش تحبس لك ربي يقدر الخير لبلادنا، ربي يبعد عليها ولاد الحرام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.